انت عارف ان الايس كريم لف العالم يا موكوس وانت لا؟ طب ليه الغلط ده بقى؟ وبعدين ايه لف العالم ده؟ لفه امتى يعني؟ من 3000 سنه ومسحش. احنا هنهزر؟ خلاص يا ستي ما تزعليش. لف العالم ازاي ده بقى؟ ابتدى منين يعني؟ انت مش هتصدق مين اول بلد عرفت الايس كريم. البلد اللي حشره مناخيرها في كل حاجه في حياتنا دي الصين يا محي. حتى الايس كريم طلع صيني، تخيل. بس هو اول ما ابطرت الصين عرفوه كان عباره عن ثلج مخلوط بفاكهه متضاف عليه شويه عسل، حاجه شبه الجرانيتا كده. بس الحقيقه الايس كريم طموحاته كانت اكبر من ان هو يفضل في الصين. لما الرحاله الشهير ماركو بولو زار الصين وداق الايس كريم عجبه جدا، فاخد الوصفه بتاعته بقى من الصين وراح بيها على ايطاليا. الكلام ده كان سنه 1295. في ايطاليا بقى ضافوا عليه اللبن، وبقى لبن مثلج معاه شويه فاكهه، وسموه جلاتيريا يعني مثلجات بالايطالي. الايس كريم قعد في ايطاليا بتاع 200 سنه كده، وبعد كده سافر لباريس لما ملكه ايطاليه اسمها كاثرين اتجوزت ملك فرنسا هنري الثاني، وده كان سنه 1533. وراح معزل بقى الايس كريم من فرنسا لانجلترا سنه 1600 لما الملك شارل الاول زار فرنسا وعجبه جدا طعم الايس كريم، فقرر ان هو ياخده معاه بلده انجلترا. في انجلترا كان الاغنياء بس هم اللي بياكلوه. بعد 100 سنه بالظبط يعني سنه 1700 كان الايس كريم مستقر في امريكا لما الحاكم الانجليزي لولايه ماريلاند الامريكيه قدم الايس كريم ده لضيوفه وعجبهم جدا. وبدات في امريكا بقى صناعه الايس كريم بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي، وانتشر بعدها في كل دول العالم.